وجدت تحية مع حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا في أولى فقرات برنامجنا الحوارية من برنامجكم اللون الأخضر لهذا اليوم. بكل تأكيد مصر تحظى بالعلماء والكوادر المهمة جدا، إذا تم إلقاء الضوء عليهم بشكل كبير أعتقد ممكن نستفاد من كل خبراتهم، نستفاد من كل أبحاثهم العلمية المفيدة. بكل تأكيد عندنا العلماء بتاعتنا بتشوف تقدير يمكن في خارج مصر بشكل كبير، ولكن ده نابع عن عديد من الإغفال لمجهودات هؤلاء العلماء أو هؤلاء الكوادر المصرية الأصيلة. زي ما حضراتكم عارفين ان من الامراض المتوحشه واللي بتسبب بمثابه هاجس لكل مواطن مصاب بهذا المرض واللي اعوذ بالله هي الامراض السرطانيه حفظكم الله جميعا. عشان كده هنحاول في هذه الفقره نطلع حضراتكم على علماء مصريين محترمين قدروا بفضل ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول ومجهوداتهم وبعلمهم الغزير ابتكار علاج مهم جدا في علاج السرطان الخاص بالكبد تقريبا بجزيئات الاكسجين المذابه في الماء. هنفتح محاور عديده معهم، هنتكلم ازاي تم التوصل لهذا العلاج، هل الدولة المصرية قدرت مجهودات هؤلاء العلماء وفعلا تم التأكيد على هذه المجهودات بأبحاث او تنفيذ للاختراع بتاعهم ده. عايز اقول لحضراتكم ان العالم اللي معانا اللي هو منهم الدكتور مخلوف وتم تقديره كمان ومنح من الدكتوراه من احد الجامعات الامريكية في الاختراع بتاعه في سويسرا لاقت رحابا كبيرا، واعتقد بيتم تطبيقه الان في سويسرا. متى يتم تطبيقه في مصر ومتى تستفاد الدولة المصرية من الكوادر المحترمين والعلماء المصريين الأجلاء زي ما بيقولوا كده؟ نتمنى يا رب أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. رحبوا ضيوفي اللي مشرفيني في هذه الفقرة، الدكتور مخلوف محمود المدير التنفيذي لمركز الفكر والابتكار بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. منور يا فندم الأكرم. والدكتور مصطفى الجساوي بدكتور بكلية الطب بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بحضراتكم منورينا، وطبعا أنا بحييكم جدا على المجهود الكبير ده وقد ايه انه للاسف السرطان انتشر جدا عن الايام اللي فاتت بظاهره قد تكون بجد مقلقه جدا. احنا ايه اللي خلانا نوصل لارتفاع المعدلات بالاصابه بالسرطان في الفتره دي بالنسبه الكبيره دي؟ ولكن خليني ابتدي بدكتور مخلوف. دكتور مخلوف، فكره اننا نتعامل مع السرطان، السرطان زي الزئبق كده، ما صعب السيطرة عليه وصعب ان احنا نحاربه لانه ممكن ينتشر. اديني فكرة بس في البداية عن الاختراع، وكمان قبل الاختراع اسباب انتشار السرطان في الايام دي ايه؟ هل المبيدات المسرطنة؟ هل بعض الاطعمة اللي ممكن ناكلها؟ ايا كان، ايا كان السبب، ولكن اسباب انتشاره ايه؟ هو حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر حضرتكم نوع على هذه الاستضافة الكريمة في القناة الموقرة المحترمة. الموضوع السرطان فعلا ده موضوع مشكله امن قومي لمصر والعالم كله، مشكله امن قومي عالمي بينتشر بشكل مضطرد بشكل كبير جدا، وبالفعل الان ما فيش فعلا دواء مؤثر بشكل قاطع على الاقل يوقف انتشاره وبعدين نبدا في علاجه. وفي مجهودات بحثيه كبيره جدا بتتم على مستوى العالم في هذا الموضوع، يعني بالتوازي مع زياده انتشار المرض. هو زي حضرتك ما قلتي، هو ازدياد الملوثات عامه هي السبب الرئيسي. عندنا ملوثات عاليه جدا، في ملوثات عن طريق المبيدات الكيماويه، في مبيدات بتسبب فعلا خلل في المياه نفسها اللي بتم المحصول الزراعي نفسه او الفاكهه او المحصولات او حتى الانتاج الحيواني. ما هو كل وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما فيش اي كائن حي على وجه الارض بيستطيع ان هو يستغني عن المياه. المياه نقدر نقول لحضرتك اولا التلوث في المياه موجود بشكل عالي جدا بسبب المبيدات الكيماويه اللي موجوده، وفي مبيدات مسرطنه وما شابه ذلك. التلوث الموجود في الهواء بسبب ابخره وعوادم السيارات وابخره المصانع وما شابه ذلك، ده بيغير نسبه الاكسجين اللي موجوده في الهواء الجوي. المفروض يكون على الاقل حاجه من 20 ل 21% خمس الهواء الجوي اكسجين. اسوها لقوا النسبه فعلا تتراوح فعلا في مدن كتير في مصر 13 و14%، وفي مدن اقل نسبه خمس حجم الهواء الاكسجين 20% قد تكون معدومه بسبب الملوثات عامه. فحضرتك لما احنا بنستنشق وناخد هواء في نسبه اكسجين اقل جدا وبيدخل اول اكسيد الكربون الخارج من عوادم السيارات والمصانع وبيمنع دخول الاكسجين، فبتضطر الخليه نفسها بتاخد ميه وبتاخد اكسجين من الهواء الجوي، في نقص شديد جدا من الاكسجين، والاكسجين هو روح الخليه نفسها. بيعمل حاجه ما يسمى بالميتابوليزم التمثيلي الغذائي. الخليه خلاص ما فيهاش وقود، ما فيهاش روحها، بتبتدي تفقد وظيفتها الطبيعيه، بالفعل بتكون معرضه للاصابه باشد الامراض وخاصه السرطان في هذه الحاله، خاصه العلاقه بقى بالنقص الاكسجين وانتشار السرطان
ان في عالم اسمه اوتو فوربورج، عالم الماني سنه 31 من القرن الماضي، خد جائزه نوبل مرتين 31 و33، وثبت فعلا ان نقص الاكسجين هو السبب الرئيسي في حدوث السرطان عامه. كل الاسباب دي اللي خلت حضرتك تفكر انك فعلا تبتكر حاجه للسرطان. ادينا فكره بقى عن الاختراع نفسه. هو كان المفتاح الحقيقه كانت اختي رحمها الله اصيبت بهذا المرض سنه 96، وفعلا كنت انا الرفيق لها في رحله العلاج، ولقيت اساتذه الاورام والاطباء فعلا شبه ياسين من حالات، بيعالجوا يعني مسكنات عشان يقلل الالم الاخر، لكن عشان يكون في دواء لقيت الدنيا، حتى قالوا لي ده عالميا هذا الوضع في العالم صحيح. مش في مصر بس. فاستوقفني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله من داء الا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني لكل داء دواء. فبحثت، مش في البدايه ما كانش الهدف انك توصل لابتكار، لان الابتكار ده منا ومنحه من المولى عز وجل، ليس قرار الانسان يسعى بس ياخذ بالاسباب يبحث. فالحمد لله استوقفني فعلا ساعتها موت الملوثات، قلت ايه هي الاسباب الرئيسيه لاصابه السرطان؟ ما هو لازم نبحث في السبب الرئيسي. ففعلا قلت اكيد هيكون في خلل، اما في الهواء اللي احنا بنشربه او المياه او الطعام، هو ده المداخل الانسان الثلاثه. والحقيقه لقيت ان الثلاثه الخلل اللي بيحصل منهم الثلاثه اساسا، احنا معظم فيها اغذيه كتير جدا، انت عارفه حضرتك بتكون الاغذيه دي فيها مواد حافظه صح، وفي معلبات والحاجات دي كلها بتصيب فعلا، بتؤدي ان الغذاء ما بيكونش بقيمته الغذائيه المطلوبه طبعا. فبيفقد جهاز المناعه القوه اللازمه للدفاع عن جسم الانسان، بيبقى عرضه للاصابه بالامراض وخاصه السرطان. نعم. استوقفني ان الميه موجوده، المياه الموجوده في جسم الانسان تتراوح بين 70 ل 90% من محتوى مكونات جسم الانسان. في الطفل بتبقى عاليه جدا 90% وبتقل تدريجيا في ايه؟ في التقدم بالسن. قلت 90% من محتويات الانسان ميه، يبقى لازم ده اسمها الميجور، هو لازم نبحث عن تركيبه الميه في الخليه. وبالفعل بالبحث والدراسه، وعملنا دراسات مبدئيا في جامعه اسكندريه في المركز القومي للوحوش ومعهد الاورام وجامعه الازهر. انا استاذن حضرتك، احنا معانا مداخله من الاستاذ الدكتور مصطفى الدميري، كان مصاب بفيروس سي وربنا سبحانه وتعالى شفاه. دكتور مصطفى اهلا بيك وحمد لله على سلامتك. خلينا نقول يا فندم في البدايه كده الحمد لله على سلامه حضرتك والحمد لله رب العالمين، كلمنا ايه يعني كواليس الاصابه وايه اللي حصل بعد كده وازاي الحمد لله رب العالمين تم شفاء حضرتك؟ والله وانا اصبت من ايام العلاج بالهريسيا، واكتشفته يعني فجاه بعض الناس بيحلل ظروف سفره وكده، فقلت ما احلل انا اروح. نعم. لقيت عندي كميه، فكانوا اعلنوا على العلاج بالاكوا ديابيت اكسجين بتاع الدكتور مخلوف في طب الازهر. تمام. فانا رحت له واداني العلاج وبدات اخده، وبدات كل فتره احلل اجد الكميه نزلت في النص. اخذت يعني لمده قد ايه يا فندم العلاج؟ نعم دكتور، اخذت العلاج لمده قد ايه يا فندم؟ الفتره الزمنيه اللي حضرتك اخذت فيها العلاج، وكل فتره لما كنت بتحلل كنت اتفضل. حوالي اربع شهور. جميل. اربع شهور. طب وحضرتك كنت مصاب بنسبه تليف كام؟ اف 4 اف 1؟ لا ما عنديش الحمد لله. ما كانش الحمد لله، كان مجرد فيروس سي. وفعلا مش كنت حضرتك ابتديت في كورسات العلاج، خدت انترفيرون، سوفالدي، ريبافيرين، خدت اي كورسات من العلاجات الجديده ولا اعتمدت بس على العلاج الخاص بدكتور مخلوف؟ والله انا اعتمدت على العلاج الخاص بدكتور مخلوف في الاول. تمام. وكانت الكميه تنزل للنص، يعني المليون يبقى 500، بعدين يبقى 300، 200 كده لحد ما نزل لعدد بسيط. فبالظروف قابلت احد الاساتذه في طب الازهر في بطنه، فقلت له وضعي كذا كذا، قال له ماله جميل جيد، لكن برضه لو تاخد علاج حديث كده معاه ان شاء الله يبقى شهر وينتهي. طب عشان نطمن بقى كل مشاهدينا، هل حسيت باي اعراض جانبيه يا فندم لما حضرتك اخذت العلاج ده، ولا الحمد لله الامر كان طبيعي وكله تمام؟ لا لا لا، ملوش اي اعراض جانبيه، ده بيقوي المناعه وربنا كمان بيشفي منه حاجات ثانيه بحس بيها، وملوش اي اعراض. انا بقى ودي محاضراتي وبخرج الجمعه والامور عاديه جدا جدا، مفيش اي شيء. تمام. بتمنى لك يا رب التوفيق دايما، والف مليون سلام على حضرتك وحمد لله على سلامه حضرتك. شكرا ليك يا دكتور. هروح للدكتور مصطفى ونتكلم عن اهميه هذا العقار او هذا العلاج او هذا الابتكار اللي هو خلينا نقول من صناعه مصريه اصيله من علماء مصريين، ممكن مش بس ان احنا نقدر نعالج الالاف والكميات الكثيره من المرضى المصريين، لكن كمان احنا ممكن نتربح من هذا العلاج في حال تطبيقه بشكل فعلي عندنا في مصر وتصديره للخارج. اذا عندنا الكوادر وعندنا الحمد لله الاليات اللي احنا ممكن من خلالها نستخرج مثل هذه الامصال. حضرتك
كعالم او كطبيب شايف قيمه هذا العلاج للطب المصري او للمرضى المصريين واختلافه عن باقي العقاقير، واسمع بعد اجابه حضرتك من الدكتور مخلوف برضو ايه اللي بيميزه عن باقي الانواع الاخرى من الادويه. اتفضل يا دكتور مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الـ 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 العقار اللي اكتشفه الدكتور مخلوف يتميز بحاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان هو حاجه طبيعيه، الاكسجين الطبيعي. لما اعرف الاكسجين الطبيعي لما الواحد بيكون تعبان، الرياضيين بياخدوه لانه بيديهم المناعه ويديهم الاكتيفيتي النشاط ويديهم كل الحاجات دي كلها. فده اول حاجه طبيعيه. ثاني حاجه ان هو يعني يعتبر حاجه متاحه مجانا. يعني الاكسجين موجود في الهواء، مش هناخد حد حاجه نحطها، مش هناخد تركيبات، فموجود في الهواء بطريقه يعني في مجانا، ربنا ادهولنا مجانا. صح. فليه احنا ما استخدمناهوش الحاجات دي؟ دي ثاني حاجه. ثالث حاجه ان هو الاكسجين ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا. طبعا مفيش حاجه في الدنيا ملهاش اعراض جانبيه. لكن الاكسجين بما انه مكون من المكونات الطبيعيه بتاعت الهواء وبتاعت الانسان، والاكسجين هو قبله الحياه بتاعت الدنيا كلها وبتاعت مش الانسان بس. نعم. اي حاجه حيه لازم تعتمد على الاكسجين. ده حقيقي. فبما ان الاكسجين هو قبله الحياه والحاجات دي كلها، فاحنا لقينا ان طريقه تحضيره سهله قوي قوي، بس للاسف الشديد التركيبه المعينه اللي احنا عارفينها عشان نخلي الاكسجين يدوب في الماء ويستمر في الماء ما كانش حد عارف يوصل للنتيجه دي، حتى اوتر بورج نفسه ما وصلش الحاجات دي كلها. دكتور مخلوف الحمد لله ربنا الحمد لله دكتور مخلوف وفقه ربنا واكتشف التركيبه او التفاعل اللي بيخلي الاكسجين يستمر في الميه. طبعا الاكسجين له نسبه معينه في الميه ما بيزيدش عنها. نعم. مهما نحط اكسجين نزود ما بيزيدش عنها. فجد الدكتور مخلوف طبعا بربنا طبعا وربنا اداله العلم ده اكتشف تفاعل معين يخلي الاكسجين يزيد الى اضعاف اضعافه في الميه. وفي نفس الوقت لانه بما غاز، بما انه غاز فالاكسجين لما بيتحط في الميه بيتبخر. نعم. لكن التفاعل الكيماوي اللي الدكتور مخلوف عمله ده خلى الاكسجين يبقى ثابت حتى في الظروف الطبيعيه بتاعتنا. يعني لما بنبرده ولا ولا ولا. نعم. لكن بقى ثابت في الميه. فالانسان لما بياخد الميه بتبقى فيها كميه اكسجين كتيره. الجسم بيستفيد منها وبيحاول يرجع الاكسجين اللي هو ناقص في الجسم وفي الهواء وفي الاكل وفي كله. نعم. بيحاول يرجعه للنسبه الطبيعيه. نعم. بما انك رجعت الاكسجين للنسبه الطبيعيه الخليه اللي كانت بتعتمد على الاكسجين رجعت تعتمد عليه. نعم. لان اساس الخليه اي خليه في الدنيا اول ما تبقى خليه مرضيه اول حاجه بتخليها مرضيه انها تتحرم من الاكسجين. صحيح. بنعمل حاجه اسمها هايبوكسيا تقوم تتحرم من الاكسجين، يقوم تقوم الخليه تعمل ايه؟ ده كائن حي الخليه تدور على مصدر للطاقه. فتبدا تحول تاخد مسار الطاقه من حاجات كتير منها حاجه اسمها اللاكتيك اسيد والكلام ده كله. اول ما تبدا تتفاعل بحاجه غير الاكسجين يبدا سلوك الخليه يتغير خالص. تمام. كانت الخليه عاقله ماشيه طبيعيه انقسامها في معدل ثابت، استغلال الاكسجين ثابت، جلوكوز ثابت، لا تبدا الخليه تتجنن. الجنان ده او اللي احنا بنسميه جنان هو ده اللي هو الايه؟ التحول الى خليه سرطانيه. هايل. طب انا عايزه اتوقف عند النقطه دي ونبسط الكلام شويه لمشاهدينا واروح لدكتور مخلوف مره تانية. العلاج الخاص بالسرطان اشعاعي هرموني كيماوي؟ الكيماوي اللهم احفظنا برضو بيبقى له اعراض جانبيه كتير جدا. الاشعاعي نفس النظام، لان لدرجه ان الام ممكن ما تقدرش تقعد مع ابنها الرضيع في نفس المكان. مذاكره طب كويس؟ اكيد بقى ده عيدك ده غير كده كمان الناس عايزه تطمن بقى، هل مدى قوه العلاج الكيماوي او الاشعاعي او الهرموني لحد ما امن الانواع شويه، ولكن هيجي يقول لك هو الاكسجين ممكن يعالج بالسهوله دي؟ ازاي ممكن نقدر نعمل كده؟ وازاي ممكن زي ما دكتور مصطفى تفضل وقال وانا بحييه على الشرح البسيط ده ان الخليه بتتجنن بتبقى اوت اوف كنترول، مفيش سيطره عليها، مش محسوب لها هي هتروح فين. فهل الاكسجين ممكن فعلا يعالج الموضوع ده ويسيطر على الخليه في حاله ان كانت الخليه دي نشطه وفي حاله انتشار؟ حضرتك مبدئيا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان فعلا الكيماوي له اعراض جانبيه والاشاعي، وده حاجات معروفه، مش طعن في الكيماوي ده، اكيد علماء كبار اجتهدوا وكان هدفهم الوصول لافضل نتائج طبيه على المرضى وهكذا. تمام. ولكن بتبقى منه ربنا ان الدواء ده بيكون نتيجته كذا وده فيه اعراض جانبيه، ده كل علماء والشركات بتجتهد عشان تصل الى حل مرض السرطان المعدي العالمي. فحتى المشكله دي عندنا مشكله احنا شخصيا.
يقول لك بقى معقولة الشركات اللي في أوروبا وأمريكا والعملاقة اللي فيها جيوش من العلماء وبيتصرف عليهم مليارات الدولارات وأبحاث عجزت تصل إلى نتائج معينة في السرطان وإنتوا في مصر هتوصلوا بهذه البساطة؟ يعني ما كانش حد غلب كل دايما الكلمة يا جماعة مش كده مش كده مش القصة دي مش كده. ليه احنا يعني ليه بنطلع ربنا من الموضوع؟ ليه ما نقولش ان ربنا قادر ان يوفق سين من الناس بامكانياته المتواضعه الى افضل نتائج، افضل من افضل نتائج في العالم، بس بالبحث والريسيرش يعني مش باي لك يعني. كل حاجه وصل كلام حضرتك. ومعانا برضو يعني حاله تانية، الاستاذ سامي محمد كان مريض بالسرطان والحمد لله رب العالمين بعد ما اخذ العلاج اللي قام الدكتور مخلوف بابتكاره والحمد لله رب العالمين تم شفاء. اهلا بيك يا استاذ سامي وتحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا فندم. أستاذ سامي أهلا بيك وحمد لله على سلامتك وربنا يتمم يا رب دايما شفائك وشفاء كل مرضانا على خير. شاكر جدا. أوصف لنا رحلتك في العلاج بالأكسجين وقد إيه كانت مختلفة. الحمد لله لك الحمد والشكر، خدت من العلاج بتاع الدكتور مخلوف بقالي دلوقتي حوالي بتاع 6 شهور والحمد لله النسبة قلت معايا. تمام. كنت خدت كيماوي او خدت اي علاجات خاصه بالسرطان قبل كده؟ لا 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 ما خدتش كيماوي ولا حقن ولا اي حاجه. وانت اكتشفت السرطان ازاي في البدايه؟ نعم اكتشفت السرطان ازاي؟ عن طريق السونار بتاع ده الاشعه. لا انا قصدي حسيت بايه، عشان في ناس كتير قوي بتهمل في بعض الاعراض. لا ما فيش اعراض، ما فيش حسيت بحاجه، ما حسيناش بحاجه واي مشاكل. فترة العلاج كانت قد ايه يا استاذ اسام؟ كان 6 شهور، خدت 6 شهور حوالي بتاع 6 شهور. تمام. وبعدين 6 شهور الحمد لله. الحمد لله. النتيجة اختلفت عن الأول خالص. نكمل. تمام. بس نقطة الأعراض لأنها مهمة، يعني حضرتك ما حسيتش بحاجة ورحت تعمل. لا 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 لا. هو لما رحت للدكتور والدكتور طلب مني إشاعة بتاعة مقطعية. فالإشعة المقطعية هي اللي أظهرت الموضوع. فطبعا قال لي دي تتعالج بالكيماوي والحقن وكده. فقلت له إن شاء الله. هو السرطان كان فين يا فندم؟ السرطان كان فين؟ نعم. السرطان كان مكان الإصابة فين؟ كانت في الفص الأيسر من الكبد. ألف لا بأس عليك وحمد لله على سلامتك. أنا بشكرك شكرا جزيلا ليك دكتور مخلوف. لازم هنسأل السؤال الطبيعي عشان نطمن الناس بس، وهنرجع تاني لكلام حضرتك، ولكن فكرة أننا نطمن على العلاج من الناحية المادية، هل يقول لك ده لسه علاج مبتكر وده علاج جديد فهيبقى غالي شوية مش في متناول الجميع؟ هنبدأ من قبل كده بس بدقيقة. زي ما قلنا انهم بيستحيلوا، في ناس كتير تقول لك ازاي في مصر يا جماعة لموا الدور ده، امريكا ما وصلتش. عودة الخواجة. عودة الخواجة بتطلع. احنا كنا تقدمنا على العالم ابن نفيس وابن هيثم ومين الدكتور احمد زويل ومين الدكتور فاروق الباز مع علماء مصريين وتفوقوا. بلاش عودة الخواجة دي وتحبطوا الباحثين. واذا كان عندنا مثلا حد طلع ببحث من فتره قريبه وكان فيه نسبه عدم نجاح، مش معناها ان سين من الناس طلع ببحث في السرطان او الفيروس بالتأكيد وما كانش فيه نتائج يبقى نعدم الابحاث العلميه في مصر. لا يا جماعه اتقوا الله في البلد. مصر محتاجه واحنا في ظل عهد محترم جديد بقياده الرئيس السيسي نعمل ابتكار. ما فيش تقدم هيتم في مصر من غير انوفيشن، ابداع في جميع المجالات. ما فيش دوله في العالم تقدمت من غير كده. دي سنه كونيه، لازم ابداع، لازم يبقى عندنا حاجه الكرييشن الابداع انك تكون تقدم حاجه جديده. طب والملكيه الفكريه بقى؟ الملكيه الفكريه احنا مسجلينها كبراءه اختراع في البحث العلمي الحمد لله ومحتفظين بيها الحمد لله. اطمن الناس ان اسعار المواد الخام بتاعت موضوعنا رخيصه جدا وفي متناول مواطن اقل من بسيط، ومعظم الناس دي كلها ما بتكلفش جنيه واحد في العلاج الا حاجات رمزيه جدا عشان نكمل الابحاث فقط لا غير، عشان نكمل. بس ما فيش جهه معينه بتدعم في البحث العلمي. دكتور مصطفى عايز اضيف حاجه بس. العلاج احنا ما بناخدش فلوس خالص. تمام. احنا بنديه للعيانين بس بعد ما نشوف اذا كان في كذا. اولا احنا قعدنا 12 سنه نعمل التجارب على الحيوانات، على القطط وعلى الفيران وعلى الكلاب. جميل. 12 سنه. احنا ما بنجربوش على الانسان دلوقتي. طبعا احنا بنجرب على الناس المتطوعين اللي هم قرايبنا. نعم. في ناس بيقول لنا حالاتهم طبعا متاخره جدا والدكاتره قال لهم لا خلاص تمام مالكوش علاج ولا اشعه ولا اي حاجه وخدوا مسكنات. تمام. فبيقول لنا خلاص يعني خلصوا كل حاجه
طبعا دي حالات كتير بتجي لنا، بيقولوا اللي انتوا ان شاء الله قولوا له هات خد ميه طرحه خد. فكنا بنضم الدواء ده كذا لسه ما تحت التجارب ولسه ولسه كان في استجابه يا فندم، لان برضو بعض المرضى بيخافوا. يمكن الدكتور مخلوف اضرب الحته دي لما كنت حضرتك ضيف معانا واتكلمنا عن برضو كان ليه بحث جميل جدا علاج الفيروس الخاص بانفلونزا الطيور برضو بالاكسجين الحمد لله رب العالمين، كمان شيء يذكر يعني دكتور مخلوف ليه كثير من العديد من الابحاث. وعايز برضو اطمن من حضرتك ومن الدكتور مخلوف، في ناس كتير بتبقى متخوفه من انواع العلاج الجديده وخاصه ما يكونش مصرح بيها او ما سمعوش عنها كده، يا ريت تطمنا برضو. طبعا اي مريض بيبقى عنده حق، صح، كان دواء كان هو بيخاف من الدواء الطبيعي اللي هو الكيماوي ويقول لك هو بيعمل كذا كذا، فما بالك دواء مجهول لسه. طبعا لازم يكون عنده حق، تمام. لكن هو لما بيجي لنا بيبقى خلاص يعني ايه يأس من كل حاجه. انا خدت الكيماوي وما ينفعش وتعبني وقع لي شعري، عمل لي قرحه، عمل لي انيميا، انا خدت الاشعة وبدلني، انا خدت الهرمونات وعمل اورام زياده، كل المحاولات. هي الفكره دي طبقت بره يعني في دول تانية طبقتها ولا احنا اول دوله او احنا اللي طبقناها؟ لا، اول الاكسجين عامه متطبق بس مش بطريقه اللي عن طريق الفم. كان عن طريق اللي هو حاجه اسمها الهايبربريك، بندخل الانسان في اكسجين نهرده الاكسجين وغير الاكسجين عادي. لكن برضو الكميه الاكسجين اللي بتخش الجسم بتبقى محدوده. نعم. ليه؟ الرئه ليها يعني ساعه معينه ما بتزيدش عنها مهما تاكل، لكن لما بتديله بالميه بالاكسجين بتديله اكبر كميه ممكنه. بس الناس ممكن تيجي تقول لحضرتك ايه؟ اصل هو شبه العلاج بالاوزون محتاج لحاجات طويله يعني. شوف انا هقول لحضرتك حاجه اكتر من كده. هم لاعبين كانوا بيقولوا مثلا انتوا نصابين. عشان تبقى عارفه. وانتوا مش عارفين. عشان كده سالت حضرتك يعني كان مدى الاستجابه من المرضى كان ايه؟ لما حضرتك عرضت عليهم العلاج ده كانوا متخوفين؟ قبل ما تسال السؤال انا عايز حضرتك بس تفسر لي الناس يعني كانوا بيستجيبوا مع العلاج ده؟ احنا ما كناش بنطمنهم، ما كناش بنعرض حد. لكن المريض لما كان بيخلص كل الوسائل، نعم، خلاص مش قدامه حاجه، تمام، فبيقول لك اعمل اللي تعملوه. يعني اعمل اي حاجه بس. فكان هو بيجي مرغم انه ياخد حاجه، تمام، والحمد لله كان بيجيب نتائج مرضيه. طيب هروح للدكتور مخلوف ونقطه مهمه جدا، يمكن عندنا العديد من الابحاث يا دكتور مخلوف بس للاسف حبيسه الادراج، عندنا الكوادر وعندنا العلماء ولكن لم نجد احتضان كافي من قبل الدوله اللي بررت هذه الابحاث بشكل كافي واخراجها للارض الواقع او للنور بشكل عام. الجهات اللي احتضنت حضرتك واللي شجعت حضرتك، وهل الحمد لله رب العالمين بعد ما تم التعاون المشترك ما بين حضرتك وهذه الجهات اللي حضرتك هتذكرها في وعود هل تبشر الناس كده، الناس اللي زي ما حضرتك الدكتور مصطفى قال المريض لما الموضوع بيتصعب معاه بيبقى متمني اي حاجه بيجربها يعني املا في قشايه حتى ممكن تعيد لي الحياه مره اخرى. هل ان شاء الله باذن الله ممكن في المرحله الجايه نشوف علاج حضرتك والعقار الجميل ده منتشر في الاسواق بشكل كافي زي باقي الانواع الاخرى من الادويه، بحيث ان احنا برضو نطمن المشاهدين ان احنا الحمد لله زي ما عندنا كوادر عندنا كمان جهات قادره انها تطبق هذا الموضوع وتوزعه على كافه محافظات الجمهوريه؟ فضل. الاول نطمن الساده العلماء المحترمين اللي بيتابعونا والاطباء والدكاتره والباحثين، تمام، والمواطنين، ان موضوعنا له اساس علمي، بمعنى ان في علماء واخدين فيه نوبل من سنه 31 زي ما قلنا اوتو فيربرج ما يقارن الماضي. نعم. ان نقص الاكسجين الخلايا السرطانيه يا خلايا انايروبيك الهيبوكسيا هو السبب الرئيسي في حدوث السرطان، ففي باك جراوند احنا اعتمدنا عليه. عملنا تطوير بقى للشغل، عملنا اكسجين موليكيول جزيئات مزيف ماء مثبته زي ما قلت مصطفى الجزيئات، عملنا شغل علمي يا استاذ عاصم اللي هو تمام يا فندم. بتعمل الاول على حاجه اسمها تيتش كلتشر سيل لاين شرايح بشريه قبل ما تخش على البشر، في لازم الناس دي مش فيران تجارب طبعا. لازم تطمن الدواء بتاعك اتجرب على الاقل، مش عاوز اقول لك يعني ما فيش اثار جانبيه محدود، صح، عملنا تجارب السميه في المركز القومي للبحوث ليس له اثار جانبيه الحمد لله، بتقارير معانا معتمده الكلام ده مش ما بقالش كده، وقدمناها في جميع الجهات ومستعدين اي جهه علميه تناقشنا احنا جاهزين. عملنا شغل السيل لاين الشرايح البشريه خارج جسم الانسان على الشرايح البشريه في معدل الاورام ونجح العقار في القضاء على الخلايا السرطانيه بدون اثار جانبيه. عملنا شغل زرع خلايا سرطانيه في كبد الفيران في جامعه الازهر في طب وصيدله وثبت ان العقار فعال في القضاء على الخلايا السرطانيه. طب انا هستاذن حضرتك نكمل طبعا الكلام ده، ولكن لازم نطمن مشاهدينا اكتر بنماذج ناجحه وربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بنعمه الشفاء. الاستاذ علي احمد كان ايضا مريض بفيروس سي وربنا سبحانه وتعالى شفاه وعافاه. استاذ علي اهلا بيك والف سلامه عليك والحمد لله على سلامتك. اهلا بيك يا استاذ علي، حابين في البدايه كده تقول لنا مشوارك بدا ازاي، تم اكتشاف المرض ازاي، وبعد ما تم الحمد لله رب العالمين وصولك مع دكتور مخلوف واخدت العقار، صحتك ايه اخبارك دلوقتي؟ انا تواصلت مع دكتور مخلوف من فتره طويله ومتابع التجارب بتاعته، تمام، والحمد لله لما طلع المنتج بتاعه اللي هو الاوكسلايد دون انا اخدته
من 3 لـ4 شهور، والحمد لله حللت، والحمد لله طلع عندي الحمد لله ما عنديش الفيروس ده خالص. السرطان كان فين يا فندم، او الفيروس كان فين عند حضرتك؟ الفيروس كبد، الفيروس الكبد. نعم. وطبعا الحمد لله، والحمد لله ما باخدش غيره فضل من الله، ما باخدش غير العلاج ده. تمام. بطلت العلاجات اللي كنت باخدها من فتره، من 10 سنين. حسيت بأي أعراض جانبية؟ أصل الأعراض الجانبية ممكن تختلف من شخص للتاني. والله رديت طبيعي زي ما أول الحمد لله، بس كنت باخده إيه يعني 10 نوبات الصبح قبل الفطار بنص ساعة، وقبل الغداء العشاء بنص ساعة كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا. 4 شهور. أستاذ علي شكرا جزيلا، نورتنا، وفعلا احنا بنبقى سعداء جدا يا دكتور مخلوف، ربنا يجعل في ايدك طبعا الشفاء. كنت بتكمل نقطة انك عملت تجارب كتير بالمناسبة، الناس دي كلها بالأشعة والتحاليل يعني، وأي جهة احنا مستعدين نقدمها الأشعة والتحاليل قبل وبعد. بس احنا سامعين فيروس سي، مش سامعين بس السرطان. لا ما هقول ده ما شاء الله يعني. هقول لحضرتك، هو الخلايا السرطانية وبعض الفيروسات أنيروبيك، عشان كده أستاذ عاصم قال فيها ان أنيروبيك عشان العلوم نقص الاكسجين، عشان بس عشان المشاهدين يعني لا هوائيه يعني الاكسجين نفسه. نعم. السرطان عكس الانسان، احنا لو منحت عندنا الاكسجين نموت. السرطان عكس، سبحان الله. نعم. لو وهيت اكسجين يعيش، منحت عندنا الاكسجين السرطان. لو منحت عندنا الاكسجين يعيش، ينتعش وينتشر. في فيروسات كبديه لها نفس خطايا السرطان، بدليل ان فيروس سي في مراحل متقدمه بيقلب سرطان كبد، وده معروف. طب احنا هذا الكلام بقى لك، عملنا عزل فيروس سي في المركز القومي للبحوث فحوصات الفيروسات معانا كل التغير، وثبت ان الاكسجين المزاف في الماء بيؤدي الى وقف وتدمير الفيروس، الفيروس سي اللي هو الجين الجين الرابع الموجود في مصر، وعملنا عليه جين تيفور، وفعلا قضى عليه التغير رسميا. لما عملنا تجارب السموميه ما فيش اي اعراض جانبيه، طمنا ان الموضوع الحمد لله مش هيضر الناس. تمام. بل في افكت، في فعاليه. فنحرم المواطن المصري ليه؟ طيب نحرم المواطن المصري ليه؟ إذا المواطن المصري محتاج تضافر كافة الجهود. الدكتور مخلوف لوحده عمره ما هيقدر، يعني زي ما بيقول في المثل الشعبي يد لوحدها ما تسقفش. دكتور مخلوف لوحده أبحاثه لم تطبق إذا تم توفير كل الآليات الخاصة بيه. هل حضرتك سبق إنك أنت عرضت تعاون أو تكاتف مع وزارة الصحة؟ لما طرقت الباب احكي لنا ايه اللي حصل، الجهات اللي دعمت حضرتك، كنت لسه حضرتك من شويه دور الجهات دي عملت لحضرتك ايه، وتبشرنا بقى في المرحله اللي جايه. هبدا اقول بصراحه، جامعه اسكندريه كان برئاسته محمد عبد الله في الفتره سنه 2007 و2006 تبنى الموضوع، المحافظ المحترم اللي هو عبد السلام المحبوب في هذه المرحله تبنى الجهات اللي دعمت يعني في المركز القومي للبحوث في تبني الموضوع، في معهد الاورام تبنى الموضوع، في جامعه الازهر طبعا تبني خاص بقيادة الدكتور احمد طيب شيخ الازهر، ده عامل تبني لدرجه ان هو فعلا دعمنا ماديا من الحسابات الخاصه، من حسابه الخاص في تمويل هذا البحث، لما الجهات الرسميه ما دعموناش في تمويل الابحاث. هو ابتدى قال لا ده موضوع انساني. وهو بصراحه قام ده العالم العامل، مش بقول حاجه حصلت واقعيه. فضيله الدكتور احمد الطيب دعمنا ماديا وادبيا ومعنويا، وهي الان بيرعى هذا البحث وله دور ايجابي جدا في استمرار ان الابحاث بتتم بهذه الحمد لله النتائج الطيبه جدا. طب اكثر مكان اكثر مكان منوط بيه اننا نعتني بيه وزارة الصحة، غير كده اللي يهمنا اكتر بقى 57 357، هل رحت لهم؟ لانه هم العلاج هناك بالمجان. هقول لحضرتك كلمنا بس الاول عن وزارة الصحة اللي حصل يا فندم، وبعد كده عن مستشفى 57 وزارة الصحة. 57 وزارة الصحة الاول المفروض يعني الجهة الداعمة. 57 مهمة جدا لان حضراتكم في اطفال كتير جدا بيجوا لنا من 57، وفي هم طبعا ناس عاملين صرح كبير جدا وفي نتائج ايجابيه كده عندهم. نعم. وفي اخفاقات عندهم طبعا، ففي الاخفاقات اللي بتتم الاطفال اللي ما بيستجابوش بيجوا لنا. نعم. احنا عايزين نعمل تعاون مع 57. رحنا فعلا عملنا برزنتيشن بالنتائج هناك في 57، يا جماعه عندنا علاج، القوات المسلحه تبنت فتره موضوعنا. جميل. وجمعوا مش عاوز اقول لك اكبر اساتذه اورام في مصر والشرق الاوسط لمده 2 أو 3 سنين مناقشه في المجمع الطبي للقوات المسلحه ومستشفى الاورام بالقوات المسلحه، وخدنا موافقه رسميه من القوات المسلحه باستمرار البحث، وكان ايامها الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. وتبنى الموضوع وصدى على 600,000 جنيه لاستمرار الابحاث. للاسف لما طلع الموضوع المعروف بألفاظ معينه وجات النتائج الى حد ما مش مرضيه، فقال لك لا يا عم وانتوا هتعملوا زي الجماعه التانيين، ده الناس المحبطه، اذا كان التانيين عملوا الليله وكانت النتائج فاشله جدا، انت روح هتطلع لي، فزي ما بيقولوا اللي بيتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. تمام. انضرينا يا استاذ عبد الله شديد جدا بالجهاز اللي طلع ده، ما اكذبش عليه. واحنا ايه القوات المسلحه، انا معايا تقارير رسميه بموافقه اللجان العلميه في الخانه الطبيه باستمرار البحث بتاعه وتمويله الى 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 ان نصل لمرحله انتاج دواء مصري علاج السرطان وفيروس سي، ومعايا وقف بسبب اللي حصل هناك. طب هسمع من حضرتك، مش ضعف النتائج بتاعتنا، قويه جدا واللجان وافقت. طب دكتور مخلوف هسمع حضرتك بقى، وزاره الصحه عملت معاها ايه، وهل عرض عليك دعم ولا؟ بس استاذنك بس ناخد الاول صديق البرنامج المحترم المهندس عاطف عبد العزيز محافظ الشرقيه. اهلا بيك يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك. لا
عريس، ازيك يا اسماء هاني؟ الحمد لله يا باشمهندس دكتور، واحنا يعني شاكرين بعلمائنا العظام دول. نعم. يعني بس الاكسجين ده بقاله زياده عن 20 سنه شغالين فيه. كان ليا جوز اختي كان عيان برضو بالفيروس، وكان راح المانيا وجاب جهاز كان هناك اللي هو الاكسجين الاحادي مع حاجه تانية، وكان بيغسل بيه، بيعتبر بيدخله مع الدم ويطلعه تاني جلسات. تمام. كل ثلاث اربع ايام، كل يومين او ثلاثه كان بيعمل الجلسه. ويعني بالنسبه للعلاج ما كانش جاب علاج، لكن كان بيحس. انت عارف الاكسجين الاحادي طبعا افضل، لانه بتحول للثدي ويطلع ثاني اكسيد الكربون بيطلع. فكان بيحس بعد الجلسه انه يعني احسن، وحتى الافراد العاديين كانت بياخدوها، بينزلوا نسبه السموم في الجسم وبينزلوا حاجات كتير، يعني كان بينقي الدم بحاجات كتير. طبعا سيادتك اتطورت وعملته كعلاج او كعقار خاص يا فندم بالفيروس ده. نعم يا فندم، كعقار خاص او محدد للشفاء من هذا الفيروس والعياذ بالله. ايوه انا بقول سيادتك. نعم. يعني هي من 20 سنه او اكثر من 20 سنه بالزبط. وهي بيستخدموا الاكسجين الاحادي. هل هي نفس الفكره بتاعت الدواء اللي معمول او تمام. العقار اللي انعمل ان بيحط اكسجين احادي مع مواد تانية وبيدخلوها وعاملينها كعقار؟ حالا هيرد على حضرتك الدكتور مخلوف في الجزئيه دي يا باشمهندس. نعم يا فندم. الدكتور مخلوف هيرد حضرتك على الجزئيه دي ويوضح لك الشرح التفصيلي الخاص ليها. اتفضل يا فندم. تمام. بشكرك جدا باشمهندس عاطف عبد العزيز من محافظه الشرقيه. وزي ما يمكن ذكر باشمهندس عاطف ان ممكن يكون مستخدم زمان، ولكن التركيبه بقى المعينه، قول لنا بقى الاختلاف، وده اللي انا كنت سالت حضرتك عليه، اختلاف ده عن باقي انواع العقاقير او باقي الادويه، وايه اللي بيميزه بحيث احنا نطمن المرضى بشكل عام اللي هم سبق لهم العلاج. حدث فيها جزئيه محترمه. نعم. بس هو بيتكلم على الاكسجين الاحادي اللي هو الاكسجين الذري اللي هو في الاوزون ده. تمام. جهاز بيحضروا بيه الاوزون. الاوزون هي فكره الاكسجين نفس القصه، ولكن احنا مختلفين في حاجه. احنا بنتكلم على الاكسجين الطبيعي O2، وبتكلم على الاكسجين اللي هو ذري اللي هو O3. O3 المشكله انه بينقسم الى O2 زائد O. O اللي بيتكلم عليها المهندس عاطف المهندس ان هي اكسجين احادي ذري، بيكون لها سايد افكت اثار جانبيه على النورمال سيل الخلايا السليمه، وده اللي حصل في المشكله. احنا ما عندناش المشكله دي، بنتكلم على اكسجين O2 طبيعي، وبتكلم على اكسجين احادي. المسمى الاكسجين الاوزون ده احد انواع الاكسجين، بس اكسجين له معلش يعني الاكسجين الذري ده له اثار جانبيه على الخلايا السليمه. لكن احنا ما عندناش دي خلاص، يعني في احنا عندنا في ابداع في جديد في موضوع الاكسجين، والا ما بقاش عملنا حاجه. صح، ده الفرق بين الاثنين. يعني الاو 2 اللي هو الاكسجين الطبيعي ليس له اي اثار جانبيه، الحمد لله. اللي حضرتك استخدمته اللي احنا استخدمناه. تمام. ده الفرق بين الاثنين. يعني عشان نطلع من المشكله دي ما يبقاش في اي اثار جانبيه على الخلايا السليمه، نعمل زي الكيماوي. تمام. ده ما عملناش حاجه. بعد ما خدنا موافقه القوات المسلحه والخانه الطبيه باستكمال ابحاثنا، طلع الجهاز وقال لك لا بقى، طالما ده حصل مشكله يبقى ايه، هو خلاص ما عادش ده. لا يا جماعه، لا مش معناها احبطنا وفي نتائج ما جاتش على المستوى المطلوب في جهاز معين او دواء معين ان احنا نقدم البحث العلمي في مصر. مكوك الفضائي الامريكي، وانا كنت لسه بنتكلم انا كنت لسه في اولى ثانوي وتوفير الاليات، كنت لسه في اولى ثانوي وكنت في امريكا تشالنجر، مات فيه 11 عالم فضائي اتحرق ومعلش نزلوا تحت. هل امريكا بطلت تطلع فضاء؟ لا طبعا، طلعوا على الفضاء وعملوا ساتلايت وسيطروا. الاصرار والعزيمه مش فشل في موضوع معناها نقدم الابحاث العلميه. اقول لك يا جماعه لا ما تعملوش، الا في جهاز طلع وطلع نتائج مش كويسه وعملت مشكله لمصر دوليا. نعم، العالم كله المحاوله ده من الفشل راح النجاح بيجي من التجربه في حد ذاتها نقطه كبيره جدا للابداع. لا وما نتلاش اخطائنا. صح. ونبدا ونطور ونطلع، لكن مش نحطم نفسنا اقول لك استنى اللي هتعمل زي جهاز فلان. لا، احنا عملنا شغل رسمي موثق وقدمناه بقى لوزاره الصحه. يعني احنا ما حطيناش راسنا في الرمل زي النعام وقلنا لا تعالى يا جماعه نقشونا اللي جاي. في جهه سياديه ما بدون ذكر الاسم، لما حد في شخصيه في الدوله كبيره تعالج بنت اخته بسرطان مخ، كلم رئيس هيئه كبيره في الدوله قال له في حاجه في جامعه الازهر ممتازه اقتصاديه وانسانيه لمصر، ما تتبنوها يا جماعه وشيلوا المعوقات. فعلا قعدنا مع الجهات المختصه دي. تمام. وجابوا المسؤولين في وزاره الصحه اللي هم عن موافقه الدواء اعتماد الدواء، وقعدنا زي ما احنا قاعدين بنتناقشوا مع الدكتور مصطفى الجزاوي. عملوا ايه بقى؟ وجبنا الملفات دي، طلبوا استعاذه من المرضى نفسهم يجوا، مش احنا عملنا مداخلات بقى اهي. جميل. لا تعالوا يا جماعه. تمام. ما افضل بقى. يعني قالوا الجمل طلع النخله، ادي الجمل على ارض الواقع بقى، ارض الواقع حاجه باينه وكل الاطراف موجوده. ويا نفس الجهات تسمعها دلوقتي، ولو ده ما حصلش كدبونا بقى. وايه اللي تم؟ ايه اللي تم؟ جبنا المرضى وطلبوا ايه بقى المرضى كمان؟ المرضى ذو الحيثيات. بمعنى ايه؟ اذا كان في حد مثلا مستشار،
ادوا هي التدريس ضابط شرطه ضابط جيش ليه كان الهدف المرضى الحيثيات ليه ان ده شهادته ما حدش هيديله معلش يعني قرشين ويضرب تحاليل او اشعه طبعا لا ده شخصيه لها مرموقه في المجتمع موثوق فيها يعني موثوق فيها وباشعه وتحاليل مش كلام كمان مش هيجي بيجي بيقدم الكارنيه بتاعه او البطاقه بتاعته بيعرف انا فلان الفلاني شغال في الجهاز الفلاني خدت العلاج ده خدت كذا في الاشعه والتحاليل اهي تمام جابوا المسؤولين في الوزاره الجهه دي ومش مشكورين جابوا المسؤولين في الوزاره يا جماعه احنا جبنا الناس بالفعل وجبنا الناس الحيثيات كمان مع ان في مواطنين عاديين كتير ليس اقلالا من شانهم هم ناس محترمه الشعب المصري كله محترم بكل طوائفه تمام ولكن هو الجهه السياديه الكبيره دي عايزه تعمل ايه مش عايزه حد مش عايزه حد يقول ان انتوا جبتوا ناس مثلا يعني ضاربين تحليل طب انا استاذن حضرتك نتوقف عند النقطه دي لانها مهمه ولازم نسمعها بوضوح ولكن لازم نجيب بقى الناس اللي خفت وكان لحضرتك للفضل طبعا لربنا سبحانه وتعالى ثم لحضرتك في علاجهم الاستاذ محمد اسامه كان مريض بالسرطان وربنا شفاه وعافاه اهلا بيك وحمد لله على سلامتك ألف مليون سلام عليك يا أستاذ محمد والحمد لله رب العالمين إن ربنا أتم شفاك على خير احكي لنا بقى تجربتك مع هذا المرض وبعد ما تم الحمد لله رب العالمين يعني حضرتك أخذت العلاج بشكل مباشر أخذ معك فترة قد إيه وحالتك دلوقتي إيه أخبارها هو في بداية هو جاني سرطان لا صوت حضرتك بعيد يا أستاذ محمد ممكن بس نقرب الصوت شوية عشان نسمع حضرتك جيد هو جاني قرحة سرطانية في الصوت تمام ورحت المركز الطبي العالمي وعملت اشعه بالزيتروني اثبتوا ان في غده سرطانيه هي المسببه تمام وعملت كيماوي واشعاع ثلاثي الابعاد ولما رحت للدكتور مخلوق والدكتور مصطفى الجزاوي اداني العلاج في مسافه يعني 45 يوم وعملت اشعه ثانيه وتحاليل والحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يعني العلاج جاب نتيجه بنسبه كبيره جدا جدا وغده سرطانيه تعتبر يعني انتهت الحمد لله ما شاء الله الحمد لله هل في اي حضرتك تم شفائك تماما دلوقتي ولا في لسه بتكمل الكورس العلاجي؟ تماما اللي كانت نشطه ورغم ان انا اخذت كيماوي واخذت ما عملش ولا حاجه طبعا. هل في مشاكل قابلت حضرتك يا فندم بعد العلاج ما تم الحمد لله؟ هل في اي اعراض جانبيه اي مشاكل ثانيه؟ الحمد لله بقى بصراحه زي السحر طيب الحمد لله رب العالمين الف مليون سلام عليك يا فندم ونتمنى لك يا رب الشفاء التام ونتمنى يا رب كل المرضى اللي عندنا في مصر ويحملون هذا المرض يتم استخدام هذا العلاج بشكل اكبر ويتم شفائه بشكل كبير مهمه جدا اتفضل يا دكتور عشان ما يقولوش الناس بس ممكن في ناس عايزه التحاليل تبقى موثوق فيها اللي بشكل كتير لان يقول لك امريكا واوروبا ما وصلتش يا جماعه ما تقولوش دي يا جماعه ده انتوا اهل العلم مين جابر بن حيان ومين بنفيس يا جماعه ما تقولوش كده احنا الاساس ده احنا اساس العلم ما تقولش كده ما تضيعش القوه اللي كانت عندك اساس ان احنا شويه فتره وضاعت من ايدينا وخضعوا وطوروها ومسكوا هم زي نرجعوا تاني تواصلوا الاجيال نرجع تاني يا اخي خليك تكرار لتاريخ اسلافك واجدادك عيد ابن النفيس وابن الهيثم والدكتور زويل عندك خير شاهد الدكتور فاروق الباز والدكتور نشاي العلماء عندك وابن مجدي يعقوب عندك ما تقولش كده وتحبط الشعب وتخليك واقف محلك سر وتدي فرصه لمصر الدواء ان مصر تستمر سوق للدواء مدى لا عايزين مصر تبدع وتنتج وتبتكر تمام. اللي حصل وتاخد المكان اللائق لها باذن الله عالميا ان شاء الله فلما قلنا ايه قلنا يا جماعه قال لك المواطن البسيط ممكن يعني في ناس ظروفها صعبه يعني خلينا نفترض كل شيء لان ده حاجه مش سهله دواء للسرطان او الفيروس موضوع مش سهل يعني مش حاجه صعبه برضك فخلينا نبدا بالتشيك انت ممكن اي حد يشك ده في مواطن خد قرشين وضرب تحاليل وقال لك انا صحيت نفترض مثلا طب المستشار او استاذ جامعه او ضابط جيش او شرطه او ما شابه ذلك من الناس المرموقه وقلنا كل الناس محترمه عندنا يعني ان اكرمكم عند الله اتقاكم بس دي حيثيات غالبا مش هتقدر تدي له قرشين وتقول له اضرب تحليل جبنا قالوا هات المستويات اللي زي دي وبعدين نشوف المستويات الثانيه برضه كلها جبنا المستويات اللي زي دي قلنا لهم يا جماعه معلش انتوا مراكزكم مرموقه واحنا عارفين بس دي شهاده يعني يمكن تفتح الباب في مصر ونعمل دواء مصري ونبتدي بقى مصر تاخد مكانتها بقى صح. نبتكر بقى مش نبتدي تروح بره مدين ايدينا للعالم نتوسل دواء ونزيل الاسعار ولا لا 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 نصدر بقى ونوقف مصر ترجع مصر القويه بقى صح. الرائده بصراحه الناس محترمه جت الحيثيات دي جت وجت ناس برضو مواطنين قاعدين الحيثيات قعدوا معاهم ادي الاشعه والتحاليل جابوا بتوع وزاره الصحه المسؤولين الدكاتره يا جماعه الدكتوره المسؤوله عن الابحاث العلميه قالت والله احنا مش مكذبين بس الحاجات دي المفروض تعمل فيها الاول وقفه اسكال كوميتي اللي هي لجنه اخلاقيات البحث العلمي تمام. لو في موافقات زي كنا عملنا مؤتمرات دوليه تعالوا ناخدوا الجهات دي قالوا لهم بصراحه عايزين احنا مش هنتدخل فنيا يعني الفنيات دي بتبقى وزاره الصحه والجامعات الناس المختصه الاساتذه المختصين في الاورام والفيروس الكبدي انما احنا لو في عائق اداري هنذلله
تمام. محدش الملف ده ما يضيعش لصالح مصر، ده يوقف مصر اقتصاديا على رجليها ما شاء الله، يبقى عائد اقتصادي غير انساني كمان لا يقدر. أكيد. للشعب المصري يستفيد من البحث المصري، ده المطلوب والنافس بقى عالميا. تمام. دخلنا بقى في الشغل بقى بتاع الروتين البيروقراطيه بتاعنا بقى. انك ازاي تعمل الملف صح علشان نعمله حاجه اسمها كلينيكال ترايلز، تجارب سريريه، هتتم ان شاء الله في جامعه الازهر وتتم في وزاره الصحه بموافقه وزاره الصحه. التجارب دي عباره عن ايه؟ لا نجيبه بقى بنوع حاجه اسمها احصائيه. مثلا بتبقى غالبا الفيز 1 من 20 ل 80 مريض. طبعا. وتعمل عليهم تجارب وملفات زي دي. وفي اساتذه مختصين في الكبد والاورام. تمام. ان هم يكونوا هم بيشرفوا على المرضى دولت ويتعمل لها فايلات. في تحسن قد ايه؟ التحسن متوسط، اعلى، اقل، في اثار جانبيه. تمام. ودي تنشر عالميا. طيب عشان ناخد الموافقه دي عشان ناخد الموافقه دي بقى. تمام. احنا واقفين هنا بقى. طب عشان قدامي دقيقتين معلش البرنامج هاخد يعني حضرتك نقطه مهمه جدا. طب. شايف العلاج بتاع حضرتك الى اين وهل متوسم في خير ان شاء الله في المرحله الجايه؟ بس هاخد برضو قبل ما تجاوب دكتور مصطفى. دكتور مصطفى شايف دور الطب بشكل عام في التكاتف مع الدكتور مخلوف وهذه العقاقير الجيدة في هذا العلاج، شايف ايه الدور الامثل المفروض تتكاتف فيه كل القائمين على هذا القطاع وعلى قطاع الطب وايه اللي بتأملوه في المرحلة الجاية من هذا العلاج؟ احنا بنناشد وزارة الصحة انها تتبنى الدكتور مخلوف والاكتشاف بتاعه وتزور النور، لان احنا على اعتقد بنصرف ملايين الجنيهات لاستيراد الادوية. تمام. مليارات كمان يا دكتور، يعني مش هنوصل للدرجه دي، لكن انا بقول الحاجه القريبه. فاحنا لو نقدر نطور جهاز زي ده او عقار زي ده. نعم. لانه محتاج تطوير اكتر واكتر واكتر. لو نقدر نطور الحاجات دي كلها نصبح من المصدرين للعلاج وليس المستوردين. اكيد. وده في العقار بتاع حضرتك العين. احنا برضو عشان الوضع القانوني احنا بنجيب ترخيص بالمواصفه القياسيه كمنتج غذائي ومكمل غذائي بنديه للمرضى عشان ماشي قانوني. تمام. احنا عايزين نقلبه بقى لدواء لدرج عقار. فاحنا شايفين الحمد لله دي ان شاء الله باذن الله، مش احنا بنقول النتائج اللي تمت بتقول انها واعده باذن الله. عايز مش البيروقراطيه بس تقل شويه بحيث ان احنا نقدر نعمل دواء مصري صنع في مصر مكتوب عليه صنع في مصر لصالح مصر. احنا كمان ناقشنا المسؤولين في وزاره الصحه قلنا لهم يعني الدواء الكيماوي اللي واخد موافقات عالميه معتمد من اكبر الجهات العالميه دي في دي الامريكيه وكله في العالم. طبعا. يعني تعمل عليه التجارب اللازمه، ده عليه اثار جانبيه خطيره جدا وكله عارفها، يعني ازاي يتمرر يعني. قالوا لنا ان احنا مضطرين، مرض السرطان مرض معضل، اللجان العلميه مضطره تتنازل شويه عشان تنزل اي حاجه تساعد المرضى. طب ما انت عندك نفس المشكله. ما عندكش اثار جانبيه بالظبط. ما هي دي اكتر حاجه احنا بندور عليها، واحنا معاكم وفخورين جدا بيكم، وان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على ايد حضراتكم. وبعدين انا مش عايزاك تزعل يا دكتور. ليه؟ لانه حتى الدواء المصري اللي هو السوفالدي لما اتعمل منه النسخه المصري قال لك لا ده الدواء المصري ليه وده ارخص وبتاع والكفاءه اقل، والناس دايما بتشكك في المنتج المصري. عقده الخواجه بتدخل حتى في العقاقير الطبيه، احنا عايزين نتخلص من العقده دي، وعشان كده احنا ناقشنا مع حضرتك الموضوع من كل الجوانب بتاعته ومن كل حيثياته. هنوعدك انك ان شاء الله تكون ضيف دائم موجود معانا في اللون الاخضر ونتابع معاك وصلت لغايه فين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مخلوف محمود ودكتور مصطفى الجزاوي، بجد نورتونا وفخورين جدا بوجود علماء واطباء اجلاء زي حضراتكم. شكرا ليك يا فندم. وقالوا دايما في الامثال عمار يا مصر، عمار يا مصر معناه ان مصر دايما عامره باولادها المخلصين، مصر دايما عامره بعقولها المبدعين. نتمنى يا رب ان يكون هناك احتضان اكثر من ذلك من قبل الدوله المصريه للعقول المبدعه المبتكره، العلماء الاجلاء اللي هم ممكن يفيدوا البلد بشكل كبير جدا في المرحله الجايه، تغنينا عن الاستيراد، بالعكس احنا قادرين على التصدير. عقار مثل هذا مش بس كمان هيفيدنا في شفاء العديد من الحالات المصابه بهذه الامراض، لا كمان احنا ممكن لو تم التنميه بشكل اكبر وتم ضخ العديد من الكميات من هذا العقار ممكن نستفاد منه في الفئه التصديريه بما يصب في صالح الاقتصاد القومي المصري. إذن هي منظومة لو تم التكاتف معها والترابط والتواصل بشكل إيجابي مصر هتكون دايما في نعيم. بعد الفاصل مستمر مع حضراتكم في باقي فقرات برنامجنا اللون الأخضر، انتظرونا.